شهدت منظومة الشهر العقاري والتوثيق عملية تطوير نوعية وطفرة غير مسبوقة من خلال محاور متعددة، سواء على صعيد التوسع الجغرافي أو ميكنة ورقمنة الخدمات. وفي هذا الإطار أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن عدة انفجرافات تسلط الضوء على الضمانات والمميزات المتعددة في قانون الشهر العقاري الجديد والطفرة في الخدمات المقدمة للمواطنين في الجمهورية الجديدة. Thank you.